نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. شيخنا حفظكم الله، أحد الكتاب في أحد الصحف يقول، ذكر عن بعض الأمور ثم قال بأنها ليست بدع، مثل قول الشخص عندما يقول المؤذن أشهد أن محمد رسول الله يمسح بفهامي يديه بعد ما يسلم عليهما عينيه، فما تقول في هذا الشيء؟ أقول لأي شيء يفعل هذا عبادة شيخ. وش العبادة؟ نعم بصر. ها؟ يجل البصر. طيب، نقول هذا بدعة من وجه، ونوع من الشرك من وجه آخر. مسح العين عند الأذان لا سيما إذا قال أشهد أن محمد رسول الله فهو بدعة، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول المؤذن، ولم يذكر فعلا، ما ذكر تمس عينك ولا أذنك ولا رأس، فيكون هذا الفعل بدعة. ثاني النوع من الشرك، لأنه اعتقد أنه ينفع وهو لا ينفع، فهو مثل التمائم التي يعلقونها في الجاهلية يرون أنها تنفع المرضى وهي لا تنفع. فإذا رأيت أحد يفعل هذا فانصحه بلطف ورفق وقل له هذا ما جاءت به السنة، يعني لم تأتي به السنة، وانصحه. نعم.